شوية هنبدأ نسأل بعض الأسئلة كده عشان إيه نبقى مع بعض في نفس الخط إن شاء الله. Recording in progress. طيب بداية أشكر معهد هندسة تكنولوجيا الطيران على الدعوة الكريمة، وإن شاء الله هنتكلم النهاردة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمارة. طيب يا ريت الناس تكتب لنا إيه هو تعريف الذكاء الاصطناعي، يعني كل واحد من وجهة نظره شايف ايه هو الذكاء الاصطناعي. تعريف بسيط كده ايه هو الذكاء الاصطناعي. طبعا هو كل الناس عماله تتكلم عنه الفتره ديت، فمن وجهه نظرك ايه هو تعريف الذكاء الاصطناعي؟ نعم طيب الذكاء الاصطناعي هو نقدر نقول ان هو محاكاة الذكاء البشري. تعريف جميل جدا، شكرا باشمهندس نواف، شكرا باشمهندس وائل. هو محاكاة او محاولة المحاكاة للعقل البشري، ده يعتبر أفضل تعريف ممكن نقوله في فكرة إيه هو الذكاء الاصطناعي. طيب لو إحنا جينا نبص كده على الحاجات التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة، هنلاقي عندنا كذا تكنولوجيا حديثة. يعني ممكن حد مثلا مهندس معماري أو إنشائي أو ميكانيكا أو أي قسم يتخصص في حاجة من دول، تمام. فهنلاقي عندنا مثلا إنترنت الأشياء، مثلا هنلاقي عندنا الروبوتات، الواقع الافتراضي، الذكاء الاصطناعي، كل الطابعة ثلاثية الأبعاد، كل الحاجات دي بتبقى ممتازة جدا، تمام، مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بيديها قوة. الذكاء الاصطناعي عبارة عن إيه؟ إن أنا بخلي الآلة بحاول أخليها تفكر زي الإنسان. طيب لو جينا نبص كده على فكرة الذكاء الاصطناعي، بلاقي عندي حاجة مثلا زي في الأول كانوا بيقولوا الذكاء الاصطناعي ده عبارة عن إيه؟ مثلا هو يلعب مثلا شطرنج. دلوقتي خلاص ما بقاش الذكاء الاصطناعي هو الشطرنج، لان الشطرنج حركات ثابته وحركات معروفه. ممكن الذكاء الاصطناعي نقول ان هو سيري، اللي عنده ايفون جرب سيري، فتقدر ان انت تتناقش معاه وتقدر ان انت تتكلم معاه. وحتى والاندرويد برضو في نفس الخاصيه ديت، ان انت تقدر تتكلم مع الذكاء الاصطناعي، ممكن تساله اسئله غير يعني تقليديه ويجاوبك عليها. ممكن مثلا تقول له انا دلوقتي جعان، شوف اللوكيشن بتاعي وقول لي اقرب مكان نباتي يكون رخيص فين عشان انا جعان وعايز اكل، تمام. يبدا يجيب لك المطاعم اللي موجوده اللي بتحقق المواصفات بتاعتك. ممكن العربيات ذاتيه القياده، الموضوع ده صعب جدا انها تتعرف على كل الحاجات اللي حواليها، فعشان تتعرف على الحاجات اللي حواليها هي بتحلل داتا 1 جيجا في الثانيه، يعني بتحلل صور العربيات اللي حواليها والناس وكل حاجه. طيب نروح بقى لفكرة ايه هو الذكاء الاصطناعي. قلنا ان احنا هنحاول نقرب من الذكاء الاصطناعي، احنا بعيد جدا عن الذكاء الطبيعي بتاع الانسان. طب ايه هو اصلا الذكاء الطبيعي بتاع الانسان؟ ان هو بيقدر يحلل البيانات ويقدر ان هو يتفاعل معاها ويقدر ان هو ياخد قرارات، يعني مش مجرد ان انا برمجته ان هو يروح يمين فيروح اليمين، لا هو يقدر ان هو ياخد قرار لو لقى الحاجه دي مش موجوده في مكانها او محتاج ان هو يعدل فيها او في حاجه مش مظبوطه، يقدر ان هو ياخد القرار، تمام. طيب فهي دي فكره الذكاء الصناعي، تمام، ان انا بحاول ان انا اوصل ان انا يبقى عندي نفس الفكره اللي موجوده في العقل البشري. زمان لما كنا بنبرمج حاجة، تمام، فبقول له روح للمكان الفلاني وافتح الباب واخرج وانزل عند السوبر ماركت اشتري لي مثلا لبن. فلو راح عند الباب ولقاه مفتوح وهو عنده أمر إن هو يفتح الباب مش هيقدر يتصرف، هو عامل كأن طفل ما عندوش قدرة على التفكير بيحفظ الأمر ويعمله، فلو لقى أي مشكلة هيقف ومتحير مش قادر مش عارف يعمل إيه. فلذلك كنت بتقعد تعمل قاعدة تف كتير،
لو ما لقيتش دي اعمل دي، لو لقيت دي اعمل دي، وهكذا. انما الذكاء الاصطناعي بيحاول ان احنا نخليه يقدر ياخد قرار، لو لقى حاجة غريبة يقدر ان هو يتفاعل معاها. طيب سريعا كده اكتبوا لنا، تفتكروا الذكاء الاصطناعي بدأ سنة كام؟ هل هو بدأ 2024، 2020، ولا يعني بدأ كام الذكاء الاصطناعي؟ هي فكرة الذكاء الاصطناعي بدأت يعتبر من بدايات الكمبيوتر، يعني هم لسه بيفكروا يحطوا أول زرار في الكمبيوتر. كان في تفكير إن هم نفس الفكرة ديت، فبدأ تقريبا مع الحرب العالمية التانية. كان في شفرة معينة الألمان بيعملوها ويغيروها كل يوم، فالبريطانيين عايزين يحللوا الشفرة دي، والأمريكان بيتعاونوا مع بعض كده في مشروع، واتعمل فيلم عن المشروع دوت ازاي يقدر يحللوا الشفرة دي، فاخترع كمبيوتر اللي يقدر يحلل لهم الشفرة دي. فلذلك نقدر نقول ان هو في حدود 90 سنة لغاية دلوقتي، تمام. فبدأوا يخترعوا الآلة اسمها آلة تورينج، تقدر انها تخزن الداتا وتقدر انها تحلل البيانات وتبدأ انها تجيب لنا الداتا. طبعا حجم الآلة دي كان حاجة عملاقة جدا، فظيعة، أجهزة كبيرة وهكذا. دلوقتي خلاص ممكن تبقى موجودة عندك في الموبايل الإمكانيات بتاعتها. وبعد كده كان في تحدي، يعني هو كان في تحدي اني الاقوى، فقال لك احنا هنلعب نتحدى بعض في لعبه الذكاء اللي هي الشطرنج. فاي بي ام عملت برنامج اسمه ديب بلو علمته الشطرنج، بقت تحفظوا الحركات، تحفظوا المباريات، وتحفظوا كل حاجه عشان يقدر ان هو يكسب، ويخلوه يلعب كذا مباراه مع كذا شخص. وبدا يتطور لحد ما لعب يعني اقوى واحد في العالم، كوزبروف. وكوزبروف كسبه، وبعد كده لعب مباراة تانية معاه بعدها كام سنة بعد ما طوروا البرنامج، وكوزبروف خسر. طبعا كوزبروف أول ما خسر بقى هيتجنن، إزاي أكتر حاجة أنا بفهم فيها الآلة تغلبني؟ وكان ساعتها شايف إن هما غشوا، ويعني كان مفاعل جدا، لكن هو قدر يوصل لحاجة تاني يوم على طول، إن إحنا الذكاء الاصطناعي ده مش هياخد مكاني، لأ أنا ممكن أتحد مع الذكاء الاصطناعي ونعمل فريق أنا والذكاء الاصطناعي ونلعب ونكسب مباريات. فدي كان فعلا تطور بتاع فكرة الذكاء الاصطناعي، ودي اللي احنا عايزين نوصل فيها، ان الذكاء الاصطناعي مش هياخد مكاني، لا ده انا هتعاون مع الذكاء الاصطناعي ان احنا نعمل حاجة افضل. وبدأ يطوروا في الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا. لكن ايه اللي خلاه يظهر السنين اللي فاتت، يعني في 22 23 وهكذا، ان هو اصبح الاجهزة قوية، اصبح ممكن تشتغل فيه من غير برمجة، اصبح في امكانيه ان هو يتدرب على معلومات كتير جدا. يعني الاول كانوا ممكن يدربوه مثلا على داتا ل 20 شخص، دلوقتي لا بقى ممكن ادربه على يعني مليار شخص، مليار شخص، ومن غير ما يكلفني حاجه خالص. يعني بدايه مثلا كان في تطبيق، لو حد فاكر يقول لنا اذا كان مر بالتجربه دي ولا لا، من 5 سنين تقريبا كان ظهر تطبيق كده على الفيسبوك يقول لك ارفع صورتك وانت صغير وصورتك دلوقتي، تمام. تقريبا مليار واحد شارك في الصور دي، حط صورته وصغير، صورته وكبير. فده بدأ يحلل الداتا، قدر يوصل ان شكل الانسان بيتغير ازاي. فبدأ بعد كده راح منزل تطبيق تاني، اديني صورتك دلوقتي وانا اقول لك صورتك بعد 20 سنه تبقى عامله ازاي. عكس الموضوع، من خلال ان هو بدل ما كان بيدرب التطبيق بتاعه على 100 صوره 200 صوره، لا بقى يدربه على مليار صوره، فأصبحت الموضوع أكثر دقة وبقى عنده داتا كتير جدا. فيا ريت لو حد مر بالبرنامج ده يقول لنا. طيب كان في ازاي نقول ان الآلة دي ذكية ولا مش ذكية؟ انها تقدر تتفاهم المعلومة وتقدر انها تحللها وتقدر انها تتفاعل معاها. طيب تورينج اللي هو يعتبر أول واحد اشتغل في موضوع الذكاء الاصطناعي دوت، هو اللي عمل الآلة، قال لك احنا هنعمل حاجة، لو انا قدرت اتصل بحد واتكلم معاه ويقفل معايا وانا ما اعرفش ده ذكاء اصطناعي، يبقى انا كده وصلت للذكاء الاصطناعي. يعني لو انا عندي 2 هيكلموني وانا ما اعرفش مين فيهم الذكاء الاصطناعي ومين الشخص الطبيعي، وقفلت مع الاثنين وانا مش عارف اذا كان مين فيهم الانسان، يبقى كده نجحت. يعني لو انت اتصلت مثلا عايز تجيب بيتزا، واتصلت واتكلمت مع خدمة العملاء، والراجل اتكلم معاك مثلا 10 دقايق وخد الاوردر بتاعك
وانت ما اكتشفتش ان ده آلة، يبقى احنا كده وصلنا للذكاء الاصطناعي اللي بيتفاعل مع الناس. طيب وصلنا بقى لحاجة تانية، ان في لعبة اسمها جو. اللعبة دي بيقولوا من أقدم الألعاب في العالم كله، واللعبة دي يعني الشطرنج بيبقى فيه 20 حركة لكل قطعة، لا ده بقى فيه 200 حركة لكل قطعة، يعني كل قطعة ممكن تتحرك في 200 مكان. لعبة صعبة جدا، شفتها في أفلام كتيرة جدا بتاعت جيت لي والحاجات ديت، لكن ما مش فاهم تلعب ازاي. المبرمجين اللي برمجوا اللعبة دي للكمبيوتر مش عارفين القواعد ومش عارفين أي حاجة خالص، هم قالوا احنا هنخلي الكمبيوتر يلعب مع نفسه ويتعلم ويخسر ويتدرب. طبعا انت ممكن تقعد مثلا تتدرب في الدور مثلا 10 ساعات، هو ممكن يقعد ثانية يقعد يلعب بسرعة ويبدأ ان هو يخسر ويكسب يخسر ويكسب لحد ما يفهم اللعبة دي. وفعلا اتقن اللعبة وخلوه يلعب بطل العالم، كان واحد صيني وقعد يلعب معاه، وفي حركة معينة الشاب الصيني ده لعب حركة 36، الكمبيوتر لعب الحركة 37، وكانت حركة مش متعودين عليها، حركة 37 يعني حركة بتمهد ان هو يخسر المعركة، كأنه ضحى بالوزير لو الناس بتعرف الشطرنج. فالتاني قال لك بس انا كده كسبت، اكتشفوا ان الحركة دي اللي الكمبيوتر ما اتدربش عليها ومحدش لعبها قبليه وما غشهاش من حد، خلته هو اللي يكسب الماتش. فدي كانت بداية ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي، ان الكمبيوتر بدأ يخترع حاجات هو ما اتدربش عليها ومحدش قال له عليها. تمام، فاحنا كده عندنا الذكاء الصناعي الضيق اللي هو الذكاء الصناعي حاجه واحده بس، ان هو بيعرف يلعب شطرنج، بيعرف يلعب لعبه معينه. في الذكاء الاصطناعي العام اللي احنا داخلين فيه دلوقتي، اللي هو بيفكر زي بيحاول يفكر زي الانسان. في بقى الذكاء الاصطناعي الفائق ومفيش حد قرب منه ولا حد يفكر فيه، اللي هو ان الذكاء الاصطناعي يتفوق على الانسان وما فيش اي بحث بيقرب من قريب او من بعيد من الفكره دي. قدامنا كتير جدا على ما نفكر في القصه دي. طيب يبقى احنا قلنا الذكاء الاصطناعي هو ان 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 الكمبيوتر يفكر. طب في بقى تعلم الاله، تعلم الاله اللي هو ايه؟ ده جزء من الذكاء الاصطناعي، يعني مش ضده او عكسه او هما الاثنين قارب بينهم. الامبريلا او المظله الكبيره بتاعتنا الذكاء الاصطناعي، في جزء منها التعلم الآلي، في جزء منها تحويل الكلام لصوت، وجزء منها تحويل الصوت لكلام، وجزء منها ان هو يفهم الصورة، وأجزاء كتيرة جدا. ففي فرع واحد بس اللي هو اسمه التعلم الآلي، ده اللي احنا بنركز عليه، اللي هو ايه؟ ان وانا شغال هو بيتعلم مني. يعني انا مثلا بصمم بيت، وفي كل وقت بروح عامل مثلا باب بشكل معين ومسافات معينة، هو يحفظ اللي انا بعمله ويتعلمه من غير ما انا ابرمجه، من غير ما اساله خالص. يعني انا جات لي لوح فبدات اراجعها واكتشف بعض الاخطاء، فهو يبدا يشوف الباترن او القاعده اللي انا بمشي عليها في الجزئيه دي، ويبدا ان هو ياخد باله من القصه دي. خد باله مثلا ان مفيش بيت هيتعمل من غير ابواب، مفيش بيت هيتعمل من غير شبابيك، فخلاص يبدا ياخد باله، ويبدا ياخد باله من نسبه الابواب والشبابيك. فانا ممكن ابرمجه بحاجات معينه، وممكن اخليه يتعلم معايا من الشغل بتاعي، يبدا ان هو ياخد باله من اختيار الماتيريال، من الاعمده، من يبدا يفهم ليه انا اخترت المقاسات ديت، واحده واحده يبدا ان هو يساعدني بشكل كبير. طيب التعلم الالي فيه انواع كتير جدا، اكتر 3 انواع بنشتغل بيهم. السوبرفايزد ليرنينج، ان انا هديله داتا وابدا اقول له دي كذا ودي كذا، دي كذا ودي كذا، انا هقسمهم له، يبقى انا المدرب بتاعه، فببدا اقول له خلي بالك ان دي صور قطط ودي صور كلاب ودي صور احصنه، وافرق بينهم. الانسوبرفايزد ليرنينج، ان انا بقعد معاه واديله الداتا كلها واقول له خد انت قسمهم، فهو بيبدا يشوف ايه الحاجات المشتركه بينهم، يبدا يجمع لي في مجموعات كده، دي المجموعه دي حجمها كبير ودي حجمها صغير ودي الوانها كذا ودي الوانها كذا، لحد ما يقسمهم كلاسترات اقسام ويبدا يفرق بينهم. فانا ممكن بس اساعده في الاخر اقول له الكلاستر ده هنديله اسم كذا، فيبدا ان هو ياخد باله، ولو اديته داتا هيقدر ان هو يفهمها بشكل اكتر. فغالبا يعني بندمج بين الاثنين، يعني ما بقاش دي كلها ولا دي كلها،
الان سوبرفايزد ليرنينج بتبقى ممتازه جدا لما يكون عندي داتا كبيره قوي مش قادر افرق بينهم، فانا ممكن اديله كل الداتا وهو يبدا يحاول يوجد الحاجات المشتركه بينهم. في نوع تالت اسمه رينفورسمنت ليرنينج، ان انا بدخله الحاجه ويبدا يتفاعل معاها ومن خلال اللعب يبدا يفهم. هنشوف امثله على الثلاث حاجات دول عشان نفهمهم بشكل كويس. السوبرفايزد ليرنينج انا هديله تفاح واقول له ان ده تفاح، واديله موز واقول له ان ده موز، واديله برتقال واقول له ان ده برتقال، هو يبدا يفهم ويبدا ان هو يخزن الداتا عنده. الانسوبرفايزد ليرنينج لا، انا هديله الفاكهه كلها وهو يحطهم في مجموعات، دي مجموعه الفاكهه التفاح ودي الموز وده البرتقال وهكذا. فالسوبرفايزد ليرنينج هبدا اديله داتا اقول له مثلا خلي بالك ان دي منازل سكنيه وان دي مكاتب وان دي فيلل وهكذا. الان سوبرفايزد ليرنينج بديله كل الحاجات وهو يحاول يوجد المعلومات المشتركه. بعد كده هو يبقى عنده الداتا اللي مثلا لو انا عايز اقيم مبنى فبديله المعلومات فيبدا يقسم بقى، يقول لك والله انا هقسمها حسب سعر الحاجه من خلال الحجم بتاع البيت، عدد الغرف، عدد الحمامات اللي فيه، هل في جراج ولا لا، هل هو بيطل على الشارع الرئيسي ولا لا. فبديله بياخد داتا كتير قوي ويبدا ان هو يقسم. ده مثلا مثال، ده مثلا مثال زمان كنا بنقعد نبرمج كتير قوي عشان نخليه فرق بين الحاجات. ده لقينا برنامج سهل اهوت، تعالى نشوفهم مع بعض. ده برنامج اسمه لوب، ده انا كنت بسطبه عندي وجربته في حاجات كتير قوي، منهم مثلا تجربه انا بشرب القهوه ولا لا، فصورت صور كتيره وانا بشرب قهوه وصورت صور كتيره جدا وانا ما بشربش قهوه، تمام، وقلت له دي انا بشرب قهوه ودي انا ما بشربش قهوه، وما قلتلوش ايه الحاجه المشتركه وايه الحاجه اللي مش مشتركه. هو بدا يفرق ان انا معايا كوبايه ولا مش كوبايه، تمام، وكذلك انا عندي بنتين توأم، فوريته مره دي ومره دي وهو يبدا ان هو يخلي باله دي اسمها كذا ودي اسمها كذا، دي ليل ودي تالي، ويبدا يفرق بينهم. طيب الموضوع ده ممكن يفيدنا ازاي؟ ممكن مثلا ان هو يبدا يشوف مثلا، يبدا ان هو يشوف اذا كان مثلا في اعمده ولا لا، يبدا يتاكد ان الشغل بتاعي مظبوط ولا لا، ممكن نشوف هل في شبابيك مظبوطه ولا لا. تعال نشوف استخدامات عمليه للموضوع دوت. اهو هنا مثلا بدا يدربه على حركه معينه، يجيب له حركه معينه هو يبدا يفهم الحركه ديت، انا هنا بضحك هنا مش بضحك. ممكن تبرمجه لو انت لابس ماسك، لو انت فاكرين فتره الكورونا لو واحد دخل المكان وهو مش لابس ماسك يبدا ان هو ينتبه، اه هنا ماسك شيل الماسك خلاص، يبدا يدي انذار ان في حد دخل بغير ماسك. النباتات لو ظهر اي مرض عليها يبدا ان هو يخلي باله، في فعلا برامج معموله انت تصور النبات يبدا ان هو يقول لك اذا كان فيها امراض ولا لا. هو بيبدا يكتشف الحاجات المشتركه، انت مجرد بس تكتب لما تلاقي العلامه دي يبقى مثلا محتاجه ري وهكذا، تمام. هو في مثلا ده برنامج اسمه تكنيكال ماشين، ده بتبدا توري له حركه معينه او صوت معين او شكل بيبدا يتعرف عليهم، تمام. يعني انا مثلا اديت صور مجموعه كبيره من القطط ومجموعه كبيره من الكلاب، وبعد كده بعد ما اتدرب عليهم اديت صوره قطط وكلاب ما دربتهمش عليهم، انواع مختلفه هو ما شافهمش قبل كده، فهو اوتوماتيك بدا يفرق بينهم وبدا يقول لي بنسبه كذا ده قطه او بنسبه كذا ده كلب. فدي كانت تجربه جميله جدا وما خدتش مني جهد ولا برمجه خالص، بالعكس ممكن الاطفال من سن 6 7 سنين يلعبوها وهيسالوا فيها جامد جدا يعني. يبقى احنا قلنا عندنا الذكاء الاصطناعي ده الامبريلا الكبيره اللي تحتها حاجات كتير جدا، وبعد كده الماشين ليرنينج تعلم الاله، وفي حاجه بقى تحتيهم اسمه ديب ليرنينج. ديب ليرنينج ده جزء من الماشين ليرنينج. الديب ليرنينج انا ببدا اديله خوارزميات او طريقه تفكير وما بقعدش ان انا اعرف كل حاجه وبخليه يفكر زي الانسان. يعني لو انت في مشكله الميتنج هيخلص بعد 10 دقايق، فنحاول إن شاء الله على الجروب نبعت رقم تاني، تمام. في رسالة جاتلي بتقول لي إن هو الميتنج هيخلص كمان 10 دقايق. طيب
التعلم العميق اللي هو الديب ليرنينج دوت، كأن طفل عنده ربنا اداله قدره على التفكير وبس ما فيش حد معاه بيعلمه حاجه، هو بيبدا يتعلم مع نفسه. زي قصه حي ابن قزان. حي ابن قزان في 4 كتب الفلسفيه لحي ابن قزان، ان الطفل وجد على جزيره وبيبدا يتعلم مع نفسه. دي فكره التعلم العميق. تمام، تعالوا نشوفهم كده مع بعض. دي مثلا في عملوا فريقين لعب على الكمبيوتر، يعني هو برمج شخصيات وخلاهم يلعبوا مع بعض، هو بدأ يراقبهم من بعيد، الأزرق فريق الأزرق وفريق الأحمر، اداهم برمجة وسابهم يلعبوا مع بعض. تمام، المفروض إن الأحمر ده هو الشرطة وبتحاول تقبض على اللصوص، ف يعني بدأوا يخلوهم هم يلعبوا مع بعض مش ملتزمين بقواعد معينة. فمثلا بدأ الأزرق ياخد باله إن الأحمر بيهجم عليه بالفتحات، فبدأ يقفل الفتحات على أساس محدش يقدر يخش. لا بينط من المثلث دوت، بدأ ياخد المثلث ده ويعمل، وبدأ يخترع حاجات المبرمج نفسه ما كانش عامل حساب فيها. تمام، فدي القصة. فتخيل مثلا ده هنا بدا التعلم العميق، بدا يقول له اتعلم ازاي تركن، وبدا يقول له ايه لو ركن غلط يجي له تنبيه مثلا ان في غلط في الركنه، فمع التكرار بدا ان هو يتعلم ازاي يركن صح. دي الديب ليرنينج، ان انا بيبقى عندي حاجه هتعامل معاها. المفروض مثلا في الانسان بيعمل ايه، انا مثلا معايا تفاحه، انا مش عارف التفاحه دي ولا موزه ولا ايه، فممكن من خلال النظر تبدا ان انت تعرف، وممكن من اللمس وممكن من الشم، فكل واحده فيهم بيعتبر زي لير خفيه بتقدر تعرف بيهم، وبتدي لكل واحده مقدار معين من القيمه. يعني اللمس ممكن تخدعك شويه، طب الشم ممكن الشم تبقى اوضح، بس اكيد التذوق هيكون افضل بكتير. وفي الاخر بوصل للاوتبوت، ببدا اخد قرار اعرف ايه دي بالظبط. طيب التعليم المعزز، ان انا هسيبه يلعب لعبه زي مثلا لعبه ماريو، بيبدا ان هو ينط ويتعلم و والحاجات دي كلها. تمام، لما بيخبط في حاجه ويموت يبدا ان هو يتعلم من الاخطاء بتاعته، لما يخبط في حاجة ويكسبها يبدأ ان هو المرة الجاية يخلي باله يكسبها. طيب ده من خلال ايه؟ ان بيبقى فيه شبكات عصبونية اصطناعية Artificial Neural Network ANN، دي موجودة في عقل الانسان، فهم هنا بيحاولوا يقلدوها لكن مش قادرين يوصلوا لدرجة الانسان، فبيحاولوا يقلدوا الخلايا العصبية الصغيرة اللي موجودة عند الفار صغير. تمام، طيب دي برضو انواع، هي في انواع كتير قوي ما يقارب من 60 حاجه. في مثلا اللي هو الجي ان، ده شبكه توليديه خصوميه. يعني ايه؟ يعني بخلي في شبكتين قصاد بعض، واحده فيهم بتبتكر صوره جديده والتانيه تنتقدها وتطلع الاخطاء، فالاولانيه تصلح الاخطاء، فلذلك الحاجات دي ما بتاخدش وقت، لكن بتلاقيه طلع لك لما تقول له مثلا تدي له تكست او برومت ويديك صوره رائعه. فهي من خلال الشبكات الخصوميه التوليديه ديت، ان هما الاثنين بيقعدوا يتنافسوا بحيث ان ايه يتفادوا ان يبقى في اي اخطاء خالص. تمام، طيب دي بقى الشبكه اللي هي سي ان ان، والشبكات دي بتبدا اول ما تشوف اي صوره تبدا انها تقسمها بحيث انها تبدا انها تتعرف عليها، المخالب، الأعين، الودان، كل الحاجات ديت. تمام، طيب دي مثلا اهي، دي حاجة بسيطة خالص، مساحة فاضية ببدأ ان انا اديها بعض الاشكال،
مثلا بقول له ان هنا الفتحات وهنا الفلور وهنا المدخل وهنا الشبابيك، تمام؟ فهو اوتوماتيك بيبدا ان هو يوزعها لي، ويبدا يوزع الاناره، ويبدا ان هو يقول لي اذا كان في مكان مثلا مش واصله الاناره الطبيعيه فمحتاج ان انا ازود اناره صناعيه وهكذا. فدي بقت موجوده، هي جزء من العماره، يعني الذكاء الاصطناعي موجود معانا في العماره، ومش موجود بس في فكره ان انا اديله تكست حوالين الصور، لا موجوده في حاجات كتير جدا. دي مثلا من ضمن الحاجات الجميله جدا، مشروع جوجل عملاه بيحاول يتعرف بيه على اللغات القديمه، انا نفسي مش عارفها، بس هو بيحاول ان هو يقول له ايه، خد الاشكال، الكتابه المصريه القديمه، الكتابه اليمنيه، الكتابه في العراق، في بابل، في بعض المخطوطات الناس مهتمه بيها، بيحاول ان هم يفهموها، فبيديله الرموز كلها ويقول له حاول ان انت توجد الشفره ديت وتقول لنا ايه القصه اللي موجوده. طيب عندنا حاجه مهمه قوي، الذكاء الاصطناعي التوليدي، جينيريتيف ارتفيشال انتليجنس، ده جزء من الذكاء الاصطناعي بيبدا يوجد لي محتوى جديد، لا اما بديله تكست فيوجد لي تكست زي شات جي بي تي، ان انا ابدا اكتب ويرد عليا. انا بقول لكم اتحدى ان واحد هنا يقدر يقول ان هو ما اتعاملش مع الذكاء الاصطناعي، سواء ان انت تكتب حاجه ويديك تكست، او تكتب تكست ويديك صوره، اعتقد بلا استثناء كلنا اتعاملنا مع حاجه زي كده، مظبوط ولا؟ في حد ما اتعاملش مع الذكاء الاصطناعي؟ كلنا اتعاملنا معاه صح؟ طيب مظبوط تمام. طيب ده من ضمن الذكاء الاصطناعي واللي عمله مصريين، تمام. ان انا بديله كونكس، ده بديله مثلا منطقه معينه، هو يبدا ان هو يقسم لي الغرف، واقول له مثلا عايز الفيلا دي 3 4 ادوار، واقول له قسم لي المسافات اللي فيها بالشكل دوت، بيبدا يعمل اراء كتيره جدا، وبعد كده يديني 10 تصاميم ابدا ان انا اختار منه، تمام. طيب هو دلوقتي البتاع هيفصل، فعشان ما يحصلش مشكله، تمام، هبعت لكم رابط دلوقتي، حاولوا ايه ندخل عليه على طول، ماشي تمام. فده كونكس، او زي ما انت شايف بديله بس ايه قطعه الارض، ويبدا ان هو يقسمها لي، ويبدا ان هو يوزع لي الغرف، ويبدا ان هو يطلعها لي اوتوكاد، ويبدا ان هو يطبعها لي PDF وهكذا، ماشي. فده كونكس، الناس المصريين اللي عاملينه وشغالين عليه بشكل كويس جدا، يا ريت الناس كلها تجربه، لان هو عامل طفره في الفكره ديت، زائد ان هو بعد كده بيوزع لك اللايتنج، بيوزع لك الشغل اللي انت عايزه، ده برضه معمول بكونكس، تمام. هنا برضه بدا يدرس دراسات بيئيه عشان يقدر ان هو يوفر لنا الطاقه. هنا قدر من خلال التصميمات المختلفه يبدا ان هو يوفر، يخفض الحمل الحراري بنسبة 88% من 900 كيلو وات في المتر المربع لأقل من 100 كيلو وات للمتر المربع. هو النت الزوم هيفصل دلوقتي، فياريت ندخل بقى على الزوم الجديد إن شاء الله، تمام. طيب هنكمل إن شاء الله. طيب هنلاقي في حاجات كتيره قوي ممكن تفيدنا في موضوع الذكاء الصناعي دوت، زي فكره ان احنا نستخدم الكوبايلوت، ونستخدم شات جي بي تي، وجوجل بارد، وميدجورني، والحاجات دي كلها. طيب ممكن نستخدمهم في ايه؟ Recording in progress. ممكن مثلا اكون انا عندي معلومه معينه، فبدل ما ادور عليها على موضوع الجوجل والحاجات دي كلها، لا اصبح اسهل بكتير ان انا اساله على الشات جي بي تي او كوبايلوت او الحاجات دي. على سبيل المثال كنت شغال في مشروع، والمشروع دوت الطابع بتاعه هندي،
تمام، يعني مشروع موجود في الدولة اللي شغال فيها، لكن هو الستايل بتاعه هندي، نقدر نقول سفارة، مدرسة، حاجة زي كده. فبدأت أسأله إيه الفرق بين العمارة العربية والعمارة الهندية في شكل الأقواس، في الحاجات دي كلها، طب العلم بتاعهم عبارة عن إيه، إيه الجزء اللي في النص، المخزن اللي كان غاندي بيشتغل عليه، طب هو عبارة عن كم، النجمة دي فيها كم راس، 22. فبدأت أعمل دراسة، لو أنا حبيت إن أنا أخدها من جوجل ممكن ما أعرفش، ممكن أخد من وقت كتير، تمام. فأصبح بالنسبة لي مرجع ليا، لكن مع العلم إن هو في نسبة كبيرة من الخطأ، فلازم أنا أكون فاهم في الحاجة دي، يعني ما ينفعش إن أنا أستعين بيه في إن أنا أجهز مادة علمية عن الطب والتشريح وأنا ما بفهمش في الطب والتشريح، لازم يكون في مجال تخصصي عشان لو فيها غلطة أتأكد منها. وفي خاصية حلوة قوي في جيميناي، جوجل بارد بقى اسمه جيميناي دلوقتي، هو اللي اتغير، الفرق بين بارد وجيميناي هو الاسم بس، ان الاسم اتغير، تمام. في ان انا لو سالته اي سؤال اقدر اقول له دبل تشيك، يعني اتاكد لي من المعلومه دي وقول لي ايه الحاجات اللي ليها مراجعه عندك. مثلا ماذا تعرف عن رمسيس تاني؟ تمام، فهو جاب لي المعلومات، طب انا عايز اتاكد من المعلومات دي هل ليها مراجعه ولا لا. اول ما بخلص باجي هنا اقول له ايه دبل تشيك، يعني اي حاجه لها مرجع ابدا اديها لي بلون واكتب لي المرجع عشان اتاكد من المعلومه دي. اهو كل الكلام ما دام له يبقى ليه مرجع، فاقدر ان انا اتاكد من الكشف. فالذكاء الصناعي فعلا بيوفر لك وقت كتير قوي قوي، يعني مجرد ان انت معلومه بتدور عليها يقدر ان هو يجيبها لك. الميد جورني يقدر يعمل لك صور قويه جدا، ما بقولش ان الصوره اللي انت هتعملها دي تقدر تاخدها تديها للعميل على طول، لا، لازم انت تتاكد منها انت المسؤول عنها، فلازم تتاكد ان المعلومه دي صحيحه او مش صحيحه، ان الصوره دي تنفع تتنفذ او ما تنفعش تتنفذ. انت احنا مش بنرسم لوحه فنيه، احنا بنرسم مباني، فلازم تتاكد انها حاجه صحيحه. طيب اول جزء من اجزاء الذكاء الصناعي بنشتغل كتير اللي هو ال ال ام، اللي هو لارج لانجويج موديل، اللي هو عباره ان هو عنده كميه داتا كتيره جدا، بيبدا ان هو يحللها ويبدا يشوف ان هو يقدر يجاوبك ازاي. طبعا اشهر واحد فيهم شات جي بي تي، اول ما نزل الناس كلها بدات تستخدمه بشكل رهيب جدا، وممكن تستخدمه بشكل افضل من خلال الكوبايلوت بتاع مايكروسوفت. يعني لو انت عندك الموبايل سطب كوبايلوت بيديك خصائص حلوه قوي، وبيديك كانك عندك شات جي بي تي 4، لان مايكروسوفت استثمرت فلوس في شات جي بي تي. فانت لما بتدخل على الكوبايلوت بتاع مايكروسوفت هتقدر ان انت تسطبه عندك، وتقدر كانك عندك شات جي بي تي 4 اللي هو ب $20، هتوفر $20 من خلال حاجه زي كده. طيب الفكره ان هو هيوفر لك وقت، تمام. دي انواع كتيره جدا، والانواع دي كلها تقريبا ببلاش، تمام، او حتى اللي بفلوس مديك نسخه ببلاش، فتقدر تستعمله كلهم ببلاش. في حد بيسال سؤال ازاي بتسطبه؟ انه ندخل على جوجل بلاي مثلا ونكتب كوبايلوت، هيسطب معانا على طول، تمام. يعني انا اهوت بلاي ستوري، انا ابني عنده 6 سنين بسطبه عنده، مديله امكانيه ان هو يساله اي اسئله يجاوبه عليها، يديله اي تكست يعمل له صور من خلال الكوبايلوت. يعني لو دخلنا اهو جوجل بلاي، قلت له هستأذن حضرتك معلش، في ناس بتحاول تدخل، فلو حضرتك بس تعمل لهم ده مايكروسوفت كوبايلوت انا طبعا عندي، تقدر تساله اي سؤال، تقدر تديله اي تكست ويحول لي التكست ده لصور بالشكل دوت. هو برنامج واحد ومساحته صغيره، لكن امكانياته قويه جدا، تمام. حتى التقييم بتاعه واخد
4.8 من 5، فده تقييم عالي جدا يعني. طيب في برضه موقع عربي كويس اسمه كاتب، تقدر ان انت تسأله اي سؤال ويعمل لك بالعربي وبالانجليزي، ممكن تقول له اكتب لي مقالة، اكتب لي بحث، اكتب لي كذا، ان هو يكتبه لك. البرزنتيشن انا هشاركه مع الدكتورة فتقدروا تحصلوا عليه ان شاء الله، تمام؟ فمحدش يقلق، كل الروابط دي هتبقى معاكم باذن الله. طيب في حاجات برضه بتدي له برومت، يدي لك صورة، يعني تقول له انا عايز صورة مثلا لبيت مهندس معماري، يبدأ يعمل لك التصميم. قلت له قبل كده اعمل لي تصميم لبيت دكتور سنان. طيب خلينا نشوف الموضوع ده عملي اهو. هاجي هنا اقول له بينج، تمام اهو. هاجي من هنا هقول له كرييت. مايكروسوفت بينج ده ما كانش حد بيستعمله خالص، لكن لما بدا موضوع الذكاء الاصطناعي بدا يعمل طفره كبيره قوي، بدات الناس كتير تستخدمه. اقول له مثلا بيت لدكتور اسنان، وما تيأسي من اول مره تطلع لك صوره وحشه، لا جرب مره واثنين وثلاثه لحد ما يطلع لك صوره ممتازه، تمام. دي مثلا صور انا كنت عاملها، تمام. خلي بالك انا هنا عملت حاجه ظريفه شويه، ما اديتوش اي كلمه، انا اديت صور تعبيريه، اديت صور مهرج وصور سمكه، وبدا يعمل لي الصور ديت، تمام. هنا مثلا قلت له اعمل لي صوره لمصر وفي ايد سلسله الالعاب كده ماسكاها، فعملها بالشكل دوت، تمام. هنا كنت انا كاتب قصه لشيرلوك هولمز، فقلت له اعمل لي صور لشيرلوك هولمز في مصر مثلا، فبيديك تغذيه عسكريه قوي. تمام هنا مثلا بدأ يعمل لي صورة بيت اهوت، وبدأ يحط لي أسنان فيها وحاجات زي كده، تمام. فمش عاجبك الصورة قول له اعمل كريت تاني وتالت ورابع لحد ما تجيلك الصورة اللي أنت مقتنع بيها. وخلي بالك إن مش معنى إن هو إداك الصورة كده خلاص، لا، أنت ممكن تبدأ تبص فيها هل هي هندسيا صح أو غلط أو كذا. في ناس عملت الحاجات دي أوبن سورس، يعني تقدر تبرمجها، فلذلك في ناس عملت حاجات خاصة بالعمارة، يعني الكلام ده مواقع عامة، لا في مواقع خاصة ما بتعملش حاجه غير شغل عمارة، تمام. سبت لكم الروابط اهو بحيث ان انتوا تجربوا، مثلا لوكا مثلا ده كويس وهكذا. ده مثلا ادوب فاير فلاي، كلنا بلا استثناء اكيد اشتغلنا مع شركه ادوب اللي عامله مثلا الفوتوشوب وعامله الاستليتور وعامله عامله برامج كتير قوي، فهي عامله فاير فلاي. فاير فلاي ده كانت بتجرب عليه البرامج قبل ما تنزلها على الفوتوشوب، تمام. فعملوا شويه حاجات جميله جدا، مثلا في حاجه اسمها جنريتيف فيل. جنريتيف فيل يعني ايه؟ يعني اتعلم على جزء معين وبتقول له بدله لي حاجه ثانيه، يعني القميص ده انا عايز ابدله ببدله وهكذا. في تكست تو ايمج، هكتب تكست وتحولها لصوره. في تكست افكت، هكتب تكست، خلينا نشوف القصه ديت. وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي ببلاش، مفيش حاجه فيها بفلوس، تمام. فادوب فاير فلاي من الحاجات القويه جدا، ادوب اكسبريس برضو، الاثنين مجانيين ومش محتاج تدفع فلوس. والخصائص دي بقت موجوده دلوقتي في الفوتوشوب، تمام. يعني تقدر تدخل فوتوشوب تلاقي الخصائص دي بقت موجوده جزء من الفوتوشوب على طول. هنا بيقول لي اكتب الكلمه اللي انت عايزها، مثلا هنكتب كلمه ايجيبت. طيب اوصف بقى انت عايز تعمل ايجيبت دي بايه؟ مثلا فلاور او ماس او اي حاجه انت عايزها، يبدا يكتبها لك بالاشكال ديت، ماشي؟ يخلصها كده ونشوف. انا هنتكلم النهارده عن مثلا 30 40 موقع بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، تمام. ده مثلا اهو ممكن تقول له انا عايزها بالشكل مثلا اي شكل من دول، يبدا يعملها لك. لو حاولت تعملها بالاسلوب العادي بالفوتوشوب هياخد منك وقت كتير وجهد، هنا بتعمل في ثواني،
فهم دي من ضمن الافكار بتاعت الذكاء الاصطناعي السهله جدا واللذيذه. تمام، ده موقع مثلا من ضمن المواقع اللي هو ادوب فاير فلاي، ماشي. دي الديل اي، ده تبع شركه اوبن اي اي. ستيبل ديفيجن، ستيبل ديفيجن دوت بتسطبه عندك على الجهاز، في مواقع كتيره مسطبه عندها وتقدر تشتغل بيه، هو اوبن سورس. انا مسطبه عندي على الجهاز، واخد تقريبا 15 جيجا. تمام، سطبته من خلال برنامج سهل جدا اسمه بونوكيو. حد عارف بونوكيو؟ بونوكيو البرنامج سهل جدا وبسيط، بقدر اسطب من خلاله اهو اللي هو ده بينوكيو، ماشي. البرنامج دوت صغير خالص وبسيط، وبقدر اسطب من خلال كل برامج الذكاء الصناعي. بينوكيو ده برنامج مجاني واوبن سورس. بقول له انا عايز اسطب برنامج يحول لي التكست لفيديو، تديله تكست يعمل لك فيديو، او تديله تكست يعمل لك تكست، او تديله صوره يبدا ان هو يحركها. فكل ده مجاني وسهل جدا وبسيط. يعني زمان عشان كنت تسطبه كنت بتحتاج برمجه واكواد والحاجات دي كلها. انا مسطب عندي الستيبل ديفيجن، اقدر اقول له افتحه ويفتحه ويشتغل معايا عادي بدون مشاكل. تمام، وتقدر تسطب كل البرامج ديت ببلاش. كل البرامج دي تقدر تتعلم على اي واحد فيهم تسطب عندك. عندك مثلا فيس فيجن، عندك حاجات كتير خاصه بالفيديوهات. الفيديوهات تقدر تخلي في حركه. طيب عشان تقدر تشتغل مع ذكاء اصطناعي لازم تعود على فكره البرومت، ان انت تقدر تديله تكست يديك حاجه كويسه. خلي بالك انا ممكن اقول له صمم لي بيت الدكتور سنان، او ممكن اقول له صمم لي الواجهه عباره عن كذا، وابدا اديله مواصفات اكتر فيديني صوره ادق اللي انا عايزه. ممكن اقول له صممها لي بطريقه زي حديد، صممها لي بطريقه حسن فتحي، صممها لي بطريقه لكوبوزيه، وهكذا. فالبرومت تقدر ان انت تخصص الحاجه اللي انت عايزها. ده برضو موقع حلو، بقدر اديله اي حاجه انا عايزها، اقول له مثلا صمم لي صور كذا، يبدا ان هو يعمل لي صور انت عايزها. على فكره الصوره اللي موجوده في الاعلان على المحاضره دي صوره معموله بذكاء اصطناعي، اديت صور ليا كتير وقلت له اعمل لي صوره ليا، فعمل لي صوره. تمام، دي مثلا كنت في جامعه المنصوره عملنا الفكره ديت، خدنا صوره الجامعه وعملناها باكتر من اسلوب بحيث يدينا الشكل الجميل دوت، ماشي. فكلها عملناها من خلال موقع اللي اسمه كوبايلوت او بينج، غير اسمه كوبايلوت. تمام، دي الجامعه، طب خليها باسلوب معين، طب كذا، ادينا له كتله عاديه، والكتله دي قلنا له طب غيرها لنا، خليها مثلا جنبها ميه، طب خليها بستايل معين، وهكذا. طب خلي الاهرامات جنبها تلج. فسهل جدا ان انت تعمل صور هايله جدا باقل مجهود. فالذكاء الصناعي هيبقى صديق ليك ويساعدك، انما مش داخلين مع بعض تحدي. طيب ده بقى من ضمن المواقع، كان حد بيسال عن موقع الذكاء الاصطناعي، ده من افضل المواقع، اسمه تيست فيت. تديله مساحه فاضيه وتقول له قسمها لي، ويبدا يقسم لك مباني، ويبدا يقسم لك الفراغات اللي جوه، وفي نفس الوقت اول ما تقسيمه يقول لك والله الاداء البيئي هيبقى عامل ازاي، الشمس والظلال والحاجات دي كلها في جزء في ثانيه. ممكن تخش على الفيديوهات وتبدا تتفرج عليها، او تقول له تيست فيت وتبدا ان انت شوف الموقع وتجربه. تمام، مجرد تدوس عليها هيبدا يفتح معاك الفيديوهات ويفتح معاك الشرح بتاعه. في ده بيرسم خطوط طوابق بشكل سريع اسمه بلان فايندر. طيب تعالى بقى نشوف حاجات خاصه، مثلا الهايبر. هايبر ده عباره عن ايه؟ ده موقع سهل جدا وسريع، بتبدا تديله قطعه ارض ويبدا ان هو يقسمها لك، ولو عملت اي تعديل التعديل ده يظهر في الباقي. يعني لو انت مثلا جزء معين بعد ما كان مبنى حبيت تخليه حديقه، يبدا ان هو يعيد توزيع الحاجات اللي جوه. كانت في غرفه كبيره وانت صغرتها، يبدا يوزع لك الكراسي اللي جوه، ويلغي بعض الكراسي ويصغر الترابيزه والحاجات دي كلها، ويبدا يعمل لك دراسه هل انت الاداء البيئي بقى افضل في التصميم الجديد ولا التصميم القديم هو الافضل. ده سويب. بص، مجرد ان انت غيرت في الغرفه يغير لك المسافات اللي جوه، يصغر لك الحمام، يلغي لك باب، يزود لك باب، كل الحاجات دي اللي انت بتقعد تفكر فيها كتير هو بيعملها لك اوتوماتيك.
بحيث يخليك تتفرغ ان انت تعمل تصميم افضل. العماره مش الحوائط، العماره المساحات اللي جوه هنستغلها ازاي، هنبقى فيها راحه نفسيه ازاي. المباني اللي احنا ساكنين فيها مباني بتسبب امراض لانها مش مصممه ان احنا نسكن فيها، هي مصممه ان احنا نروح ننام فيها. لذلك حسينا بالموضوع دوت ساعه كورونا لما اضطرينا نحط في البيوت، فوجئنا بان في مشاكل كتير صحيه بدات تظهر، كان بسبب ان التصميمات سيئه جدا في المباني. فمحتاجين ان احنا نهتم اكتر بالتهوية الطبيعيه، نهتم اكتر بتحقيق الاستدامه، نهتم اكتر ان اللي يسكن في البيت يدعي لنا مش يدعي علينا، يحس براحه نفسيه. في مثلا انا كنت شغال في شركه، والشركه دي متخصصه في الاستدامه، لكن صمم المبنى مش مصمم ولا شباك، يعني الشبابيك كلها مش بتتفتح، الشبابيك كلها الواح ازاز لكن مقفوله مستحيل تتفتح، فده سبب امراض. فاضطرينا احنا نجيب نباتات ونحطها في قلب المبنى على اساس انها تعمل شويه تهويه، لان فعلا كان مشاكل صحيه بدات تظهر، لان والمشاكل دي بتظهر اكتر في الابراج، يعني فوق الدور السادس والسابع مش تقدرش تفتح شبابيك عشان الهواء والضغط والحاجات دي كلها. فكان المهندس عصام كان بيقول لنا ما تسكنش في دور اعلى من الطيور، يعني الطيور ربنا خلقها تطير بارتفاع معين، ما تسكنش اعلى من كده لانها مش هتقدر تتنفس فيها. ده مثلا فيرست 3D، مجرد ان انت بتغير الشكل هو اوتوماتيك بيظبط لك كل الاشكال اللي جوه، بيوفر عليك وقت كتير جدا. فهو بيبدأ يعمل دراسة، هي الفكرة كلها خوارزميات، ان انا ببدأ ادربه ان هنا مثلا الحمامات المفروض تبقى في المكان الفلاني، المطبخ في المكان الفلاني، افضل تقسيمة كذا، افضل تقسيمة كذا. فهو اوتوماتيك اول ما بغير بيبدأ يغير معايا. في اوتوديسك فورما AI، ده بتديله قطعة ارض بيبدأ ان هو يعمل مباني، ويبدأ يعمل لك دراسة للصوت، يعني العربيات هتضايق الناس اللي جوه ولا الناس اللي بره وهكذا. الزوال انت شايف في مبنى معين لو الناس شايفاه مثلا جنب الاهرامات، شايف الاهرامات، شايف النيل، شايف كذا، فهتبقى سعر المكان ده اغلى، فيبدا يجيب لك كذا اقتراح وتقول له انا مركز الناس تبقى شايفه مثلا النيل، فممكن يقول لك المباني اللي قريبه هتبقى ارتفاعها قليل والمباني اللي ورا تبقى ارتفاعها اعلى بحيث يشوفوا المكان. فمثلا في موقع اسمه راين ديت ديزاين، بترسم له الفلور بلان، هو بيبدأ يساعدك بشكل سريع جدا، يبدأ ان هو يسرع لك المنتج بتاعك. ده بيبدأ يدرس لي الإنارة الطبيعية اللي هتدخل والطاقة وتحسين ضوء النهار وكل الكلام دوت، يبقى هيفيدنا في موضوع تهيئة الاستدامة. ماكت AI ده بيصمم لي، بيطلع لي الفلور بلان بشكل أسرع. ده موقع على النت اسمه ديجيتال بلو فوم، اتكلمت مع الناس وادوني اجربه شهر ولا حاجه، فبحدد له المكان وهو بيبدا يعمل لي دراسات كتيره للمكان دوت، يعمل لي دراسات جدوى عشان نشوف هل ايه افضل تصميم في المكان دوت. ده اركيتكست، ده لذيذ بس هو لسه ما خلصش، ان انت بتكتب له تكست زي شات جي بي تي بس مش هيرد عليك بتكست، لا هيرد عليك ببيت، يعني هتقول له انا عايز اصمم بيت عباره عن 4 غرف نوم و2 صاله وحمامين، يروح يعمل لك التصميم، يعني مجرد تكست يبدا ان هو يعمل لك التصاميم كلها، وبعد كده يعمل لك الدي لايت والسن اور والتحليل الشمس وتحليل الطاقه وكل التحليلات اللي انت ممكن تحتاجها. الموقع ده برضو بتدي له مكان وهو يبدا يعمل لك تحليل للاسعار، بيعمل لك مخططات. هنا بيعمل لي دراسه لحركه الناس، يعني عندنا مثلا اماكن مول مثلا او الحرم المكي والمدني، بيعمل لي دراسه الناس هتبقى ماشيه ازاي، وايه الاماكن اللي ممكن يحصل فيها زحمه او ممكن يحصل فيها حوادث بسبب الزحمه وهكذا. طيب من ضمن الحاجات اللي بتساعد في الموضوع دوت اللي هو الجينيريتيف ديزاين، ان انا بدي له بعض المحددات وهو يبدا يوجد لي تصميمات. يعني انا ممكن اقول له ايه، انا عندي حته ارض انا عايز اصممها بحيث بعد كده هاجرها كفيلل، فهو يبدا يديني الاف التصميمات، فاقول له لا انا مش عايز اي تصميم يكون الارتفاع اكتر من 4 ادوار،
انا مش عايز اي تصميم يكون الجيران شايفه بعض، فكل التصاميم اللي فيها شروط انا مش عايزها يبدا ديليت 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 لحد ما يبقى لي افضل تصميم اللي انا عايزه. ممكن مثلا عندي غرفه بتاعت محاضرات، فاقول له وزعها لي، فيبدا يعمل لي 100 تصميم، فانا اقول له لا انا مش عايز يكون الشكل التقليدي اللي موجود في الكليات، لا انا عايزها على شكل دايره، انا عايز الناس كلها شايفه بعض، انا عايز المدرس يبقى في المكان الفلاني، فيلغي التصميم اللي مش عايزها لحد ما يوصل لي لافضل تصميم انا عايزه. كان زمان عشان نعمل الموضوع دوت يعني بالكتير قوي بنعمل تصميم او ثلاثه، وكل تصميم فيهم كان بياخد 3 ايام. دلوقتي الموضوع ده كله ممكن ما ياخدش يعني ساعه، تمام؟ وهو موجود في الريفت، يعني انت مش محتاج تجيب برنامج او تسطب حاجه، موجود في الريفت من قناه مانج، تقدر تسطبه وتبدا ان انت تشتغل عليه. وفي كذا برنامج بيعملوه، ماشي؟ في عندنا البارافاين، تبدا تديله بعض الحاجات ويبدا يعمل لك التصاميم. الداينامو، لو انت بتتقن الداينامو، الداينامو دي لغه برمجه جوه الريفت، او الجراس هوبر ده بيشتغل جوه الراينو، بيبدا يعمل لك برضو التصاميم المختلفة وانت تختار التصميم اللي انت عايزه. عندنا منصة بتسهل لك ان انت تعمل تصميمات انشائية، عشان ناس كتير بتقول المهندسين الانشائيين مش موجودين، لا، في برامج كتير جدا بتقدر تساعدك في التصميم الانشائي، تديله مكان هو بيعمل لك التصميم، وانت تبدا تشوف هل التصميم ده ممتاز ولا لا، تعمل تشيك عليه، وده برضو من ضمن الحاجات. طيب الام اي بي احسن حاجة الماجيك كاد. الماجيك كاد ده انا اشتغلت عليه سنة 2008، تمام؟ يعني من أول الحاجات اللي الواحد قابلها يعني. الريفت قابلته مثلا في 2006. الماجيك كاد شركة فنلندية، فأنا لما كلمتهم وقلت لهم إن أنا اشتغلت على الماجيك كاد وعملت بيه مستشفى السلام اللي هي في المعادي اللي كان فيها بعد كده بقى فيها حسن مبارك، هم قالوا أنت إزاي سمعت عننا وإحنا أصلاً مش يعني مش في خططنا العشر سنين اللي جايين ان احنا ندخل الدول العربيه. قلت لهم لا، انا عملت كتاب في الماجيك كاد وعملت مشاريع. فمن ضمن الحاجات مثلا ان انا ممكن اقول له ايه، خد الغرف دي وزعها لي بالكود الامريكي او البريطاني او الكود اللي نافي بايه، طب اعمل لي تشيك اتاكد لي ان الرشاط مش قريبه من الحيطه بمسافه معينه او بعاد عن بعض او في مكان مش متغطي، وهكذا وصل بينهم. الله يكرمك. فبيديني حاجات كتير قوي موضوع الماجيك كات دوت. في مثلا في كلاشات، الريفت يقول لي فين مكان الكلاش، انما الماجيك كات يديني حلول، يبدا يقول لي الماسوره هتنزل تحت او هتطلع فوق او الكيبورد تري هينغير الاتجاه بتاعه وهكذا، فانت بتشوف انهي حل الصح، تمام؟ ففي شويه حاجات جميله جدا الماجيك كات دوت وبيشتغل جوه الريفت. في بقى موقع ده الدكتور محمد شكور، ده موقع مصري، تمام؟ في شويه حاجات جميله جدا، مثلا اكستير اي اي، يا ريت الناس تجرب الموقع دوت، يعني اي حاجه معموله مصريه او عربيه نحاول ان احنا ندعمها ونشوفها. الاكستير اي اي، انا اي مكان هصوره من بره وابدا ان انا ابعت له الصوره ويبدا يشوف ازاي ممكن اغير، يعني يبدا يديني حلول، اقول له مثلا والله ده الصوره ديت لمبنى كذا، فيديني بقى شكل ليه خارجي وهكذا، ماشي؟ يعني مثلا عندي مثلا المبنى دوت اهو، يبدا ان هو يعمل لك رندر ليه باشكال مختلفه، ويبدا تديله اقتراحات كتير قوي، تديله برومت تقول له انا عايزها بالليل، عايزها فيها تلج، عايزها ووتر كولر، ماشي؟ ففي شويه حاجات جميله جدا اهو. في ريديزاين، تديله الحاجه وتقول له اعملها اعاده ديزاين، في حاجات ان انت تديله رندر، الرندر ممكن يخلص معاه في 3 ثواني. انترور اي اي، اي غرفة تقول له الغرفة دي مثلا غرفة مطبخ هعملها لغرفة نوم، يبدأ ان هو يعملها لك. ممكن سكتش ايمج، تديله سكتش وهو يعمل لها رندر. ممكن يساعدك في ان هو يعمل لك لاندسكيب. فموقع فيه اكتر من حاجة، فحاجة ممتازة. الروم جي بي تي، بتقدر تصور اي غرفة وتقول له انا عايز الغرفة دي ستايل مثلا ميناليزم، عايز مودرن، عايز كلاسيك، يبدأ يعمل لك تصميمات وتبدا تشوف اللي انت عايزه. هوم ستايل موجود على الموبايل، هو كو هوم، تقدر انت تعمل بيه تصاميم روعه. الكو هوم شغلت عليه على الكمبيوتر في وقت سريع جدا، بيعمل الريندر
وبيعمل حاجات ثلاثية أبعاد بشكل سهل جدا. طيب في موقع اسمه Runway ML، ده في حاجات خاصة بالصوت وحاجات خاصة بالصور وحاجات خاصة بالفيديوهات. يعني ممكن يكون عندك فيديو وانت بتصور فيديو في عربية عدت وغلست، فتعلم على الصورة وتقول له الغيها. زمان عشان نلغي حاجة زي كده كنت مضطر تعدي فريم فريم، فكان ممكن تاخد منك ساعات عشان تخلصها. دلوقتي كان سحر، تعمل وان كليك يبدأ ان هو يصلحه لك. طيب ده مثلا في حاجة اسمها Evolve Lab، ده ادنس بيسطب جوه الريفت زي ما انت شايف. ممكن اقول له وجد لي التوصيلات الصح بين الحاجات، فيبدأ ان هو يوجد لك اقتراحات. ممكن تقول له برمج لي حاجة معينة، فيبدأ ان هو يبرمجها لك من غير ما تكتب اي كود، اسهل كمان من الداينامو. ممكن تقول له ريندر، تدي له صورة زي كده وتقول له ريندر. يعني الاول كنا بناخد صورة ونروح مدخلينها على برنامج ونبدأ نقول له اعمل لنا ريندر كتير، فلا هنا على طول بيعملها. هنا برضو في جواه برضو فكرة الجينيريتيف ديزاين، ان انت تقدر تعمل تصاميم مختلفة. طيب ده حاجة اسمها اوتوميتد كومبلاينس تشيك، ان انا اديله الموديل بتاعي 3D ريفيت اركيكاد تكلا واقول له خلي عندك بعض القواعد. القواعد دي موجودة جاهزة او انت ممكن تبرمجها من غير كود ولا حاجة خالص، مجرد ان انت بتختار مثلا ان لو في اي عمود مفهوش حاجة من فوقيه اعتبرها غلط، لو في اي شباك مساحته اقل من 20 سم في 20 سم اعتبرها غلط، وهكذا. تبدا تحط له بعض القواعد وهو يبدا ينبهك للحاجات اللي فيها مشاكل. فحاجه جميله جدا، يعني حاجه فوق الوصف. ممكن تقول له مثلا لو في غرفه الباب فيها مثلا مش مطابق للمواصفات او مثلا خبط في عمود، ابدا وجد لي فيها مشاكل. تمام. حتى السايت في كاميرات بيبقى متصور في ثانية بثانية، وأول ما حد يدخل مش لابس مثلا الخوذة يبدأ إن هو ينبهني ليها ويبدأ إن هو يديني إنذار. طيب لو أنا عايز أتعلم الحاجة بتاعت الذكاء الصناعي بقت سهلة جدا ومش محتاجة برمجة ولا حاجة خالص. تمام. يعني ممكن إن أنت تدخل على الموقع وتشتغل عليه، هتلاقيه أسهل من سهولة. وكل موقع من الموقع اللي أنا قلت لك عليهم هتلاقيه مشروح بالتفصيل على قناة بيم أريبيا، كذا فيديو وبالتفصيل وكل حاجه. ولو حاجه مش واضحه كلمني ونقعد مع بعض نفهمها ان شاء الله. بس لو انت عايز تدخل خطوه اكتر وتتعلم البرمجه، فانصحك بلغه اسمها لغه البايثون. لغه البايثون دي سهله جدا ويعني ممكن الواحد يتعلمها بسهوله، وفيها مكتبه كبيره جدا للذكاء الاصطناعي، مش محتاج ان انت تبدا تفهمها، وليها مصادر كتيره، فلذلك الناس كتيره بتحبها. في لغه اسمها بينج، اللغه دي اللي عاملها محمود فايد، ده مصري وموجود في السعودية. وعلى موقع اللغة دي هتلاقي اسمي، لأن أنا من ضمن الناس اللي شرحوا اللغة ديت، وكان في لي برضه بروجرامنج وزي كود برضه واخد فيها شهادة وشرحتها. كنت الحمد لله من أول الناس اللي اتعاملت مع الرينج والبروجرامنج وزي كود. طيب محتاج برضه تتعلم بعض الحاجات، فأفضل مصدر تعلم منه كورسيرا، فسايب لك الروابط. تمام. دي دورتين سهلين، Introduction to Machine Learning Course وديب ليرنينج باي ديب ليرنينج دوت اي اي، ودي الابحاث اخر ابحاث موجوده، ودي افضل الكورسات انا خدتها. بس انا بقول لك الذكاء الصناعي مش محتاج ان انت تتعلم الحاجات دي، لا محتاج بس ان انت تمارس، وانا سايب لك افضل مواقع ممكن تتعلم من خلالها. لكن لو حابب ان انت تتعلم برمجه هتفرق معاك اكتر، يعني حتى لو مش هتعرفش مبرمج بس طريقه التفكير بتختلف. تمام. الموقع ديت هسيب لكم البرزنتيشن مع الدكتوره بحيث ايه تبداوا ان انتوا ايه تستفادوا منها. طيب انا كده خلصت. لو حد عنده اي سؤال اي انتقاد اي حاجه قلتها غلط حابب ان هو يصلحها لي، هفتح لكم المايكات دلوقتي. وانا عاجز عن الشكر لحضوركم الكريم، ربنا يجزيكم كل خير. طيب محاضرة أكثر من رائعة، أشكرك على مجهودك الرائع بجد. شكرا لحضرتك. تسلم. شكرا لحضرتك يا دكتور، وكنا مبسوطين جدا بحضرتك معانا. شكرا لحضرتك.
في حد عنده أي سؤال؟ جزاك الله خيرا يا باشمهندس عمر على مجهود حضرتك. لو في إمكانية محاضرة تانية نطبق فيها حاجة عملية على اللي اتكلمنا فيه. احنا ان شاء الله طبعا يا دكتور يعني دي مش هتبقى اول واخر محاضرة. احنا عملنا مع دكتور عمر بتقول يعني عضو معانا طبعا معهد الطيران هيدينا اكتر من محاضرة. هنتفق بس معاه عشان الوقت بتاعه اللي مناسب ليه بحيث ان احنا ندخل برضو في البيب ارشاكشر ودينا اكتر من ندوة في الموضوع ده بحيث ان الكل يستفاد منه. مش عارفين اشكر حضرتك ازاي بجد على التعاون ده يعني. والمحاضرة كانت قيمة جدا وفيها معلومات كتير جدا ان شاء الله الطلبة تستفاد منها. ومش طبعا دي اخر محاضرة. احنا ممكن نعمل مثلا محاضرة تانية هنراقب حضرتك بحيث انها تبقى حاجة تطبيقية بقى جوه العمارة نفسها. هما يجربوا الاول اللينكات اللي حضرتك باعتها دي وبعد كده ان شاء الله يبتدوا بقى لو في حاجة في استفسار نبتدي نحضر من حضرتك كده كام لينك ونشتغل عليهم جزء تطبيقي باذن الله. دكتور يا ريت ان شاء الله انا هبعت لحضرتك البرزنتيشن عشان لو حد حابب ايه ان هو يجربها. شكرا لحضرتك. ولو الكورد بس معلش حضرتك بقى هتنزل على الصفحه عند حضرتك او على اليوتيوب بتاع بيم يعني لو معانا اللينك مثلا بحيث ان الولاد اللي ما قدروش يحضروا يستفيدوا برضه من الموضوع. ألف شكر ربنا يبارك في حضرتك. لو في أي طار منكم شباب يعني على عبالة كده بس مع دكتور عمر نسأله. عايزه في برامج اي اي بالاربن ولا كلها معماري بس؟ لا هو في كذا برنامج للاربن تمام. هتلاقي في البلايستيشن كذا برنامج. يمكن انا حاولت ان انا اعمل يعني اجري البرزنتيشن لكن في الباوربوينت اللي موجود في اكتر من واحد. في مثلا حاجات بتبقى خاصه ب اقول لك حاجه. في مثلا برنامج اسمه انفرا ووركس. انفرا ووركس ده برنامج قوي جدا من ضمن الحاجات اللي موجوده فيه وممكن مهمه جدا في موضوع الاستدامه. ان انا ممكن اقول له انا عايز مكان مثلا في مدينه كذا يكون قريب من الميه وقريب من المواصلات وقريب من الاماكن السكنيه عشان ده بيفيدني في موضوع الاستدامه. الليد بيديني 16 درجه لو انا مختار مكان قريب من الاماكن السكنيه دي عشان نوفر الطاقه ونوفر حاجات دي. فدي من ضمن حاجات كويسه. في برامج كتير جدا في البرزنتيشن اللي انا هبعته لكم دلوقتي هتلاقوا فيه كذا موقع للاستدامه كذا موقع للسستينابيلتي كذا موقع للحاجات الاستراكشر. فاتمنى ان شاء الله ان انتوا تلاقوا فيها الحاجات دي. وفي برامج كتيره مثلا في مثلا واحد كنا اتكلمنا عنه ممكن اديله منطقه كبيره واقول له مثلا قسم لي المنطقه ديت فيبدا ان هو يقسمها لي. فالذكاء الاصطناعي بيتطور لكن هي الفكره كلها ان يلاقي حد مهتم بالجزئيه دي. يعني مهندس معماري يبدا ان هو يشوف اخر حاجه توصل له ليها ويركز عليها. يعني ممكن واحد ياخد الستيبل ديفيجن ويبدا ان هو يخصصه لحاجه خاصه مثلا بالانتيريو ديزاين تمام. ففي كتير خاصه بالاي اي. هحاول ان شاء الله ابعتها لكم برضو ايه اهم حاجات خاصه بالايربان. بعت لكم الذكاء الاصطناعي في العماره وبعت برضو للدكتور عشان تشاركوا معاكم ان شاء الله. طيب في حد عنده أي أسئلة؟
هبعته لكم ان شاء الله برضه على الجروب بتاع البيت. في حد عنده اسئله قبل ما نقفل؟ جزاكم الله كل خير وربنا ينفع بيكم ان شاء الله. نكمل مع بعض في المحاضرات الجايه باذن الله. شكرا جزاكم الله كل خير. شكرا دكتور جاد. الف شكرا دكتور جاد. الف حضرتك. تشرفنا بحضرتك جدا النهارده. الله يكرمك دكتور. الف شكرا.